السلام عليكم أحبة المشاهدين والمتابعين، باسم اللجنة الرياضية في مجمع الأحسان وإدارة ملعب المرتضى نرحب بالأستاذ المرشح رياض غالي الساعدي في نهائي بطولة الإصلاح الكروية. طبعا أكيد باسم هذه الجماهير أريد من عندك كلمة لهذا الجمع الرياضي الكبير. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لك ولكل الجماهير الرياضية في مجمع الإحسان السكني. اليوم احنا مسرورين بحضور هذه المباراة الحلوة اللي الآن وصلت إلى ضربات الجزاء، متعادلين بالأهداف 1-1، وكذلك بمستوى الفريق الجيد ينم أنه في مجمع الإحسان خبرات وإمكانيات. احنا إن شاء الله في المرحلة القادمة والمقبلة إن شاء الله سندعم هذه الإمكانيات مثل ما دعمناهم اليوم تأسيس مدارس كروية وكذلك نادي لهذا المجمع أو للمدان بصورة عامة، من أجل أن نرتقي بالشباب والرياض في المرحلة المقبلة إن شاء الله. طبعا أكيد خلينا نذهب إلى مجريات الانتخابات والتصويت الخاص. حقيقة شاهدنا اليوم تفاعل كبير على صناديق الاقتراع. الحمد لله اليوم القوات الأمنية البطلة والباسلة اليوم خرجت للانتخابات وقدموا أصواتهم إلى المشروع الإصلاحي لسماحة السيد القائد مقتدى صدر من أجل بناء العراق، لأن هذه الفرصة الأخيرة لبناء العراق. لذلك تفاعلت القوات الأمنية من أجل نجد الهيبة للقوات الأمنية وتكون السد المنيع للعراق وحماية القانون في العراق في المرحلة المقبلة، وبناء دولة ينعم الكل بها بخيراتها، لا تدخل بها دول الجوار ولا دول إقليمية لا شرقية ولا غربية، ويكون فيها الخير أن يكون رئيس وزراء من داخل العراق وليس من خارجه كما كان سابقا، حتى يكون الخير والاستثمار وحصة من النفط للشعب العراقي وكذلك لدعم للشباب والرياضة، وتكون هيبة للعراق في المرحلة المقبلة إن شاء الله. نعم. أيضا أستاذنا الغالي كلمة الختام، أريد من عندك كلمة لجميع رياضيين قضاء المدان خصوصا هنا في مجمع الأحسان السكني. طبعا أنا اليوم حقيقة منبهر بهذا الأداء المتميز لكرة القدم في مجمع الأحسان، هذا راح يدفعنا أكثر أن كنا ندعمهم في تأسيس مدارس كروية ومدارس براعم ودعم لأن يكون هناك نادي في المرحلة المقبلة ودعم لكل شباب والرياض في مجمع الأحسان في المرحلة المقبلة إن شاء الله. أستاذنا الغالي صح لسانك وإن شاء الله نتمنى لك التوفيق. وإن شاء الله أيضا إحنا راح نكون داعمين لهذا الإعلام المتواضع والمحترف في نفس الوقت إن شاء الله. جزاكم الله خير. لسانك أستاذنا الغالي، شكرا جزيلا. السلام عليكم أحبتي مشاهدي متابعي قناة السفاح الرياضي، يحييكم من أرضية ملعب المرتضى في نهائي بطولة الإصلاح الكروية التي نظمها الرياضي المميز جبوري القريشي. طبعا المباراة تجمع فريق اليوفي يواجه فريق الألمان. كلمة لهذه القمة الكروية خصوصا البطولة برعاية الأستاذ المرشح رياض غالي. بسم الله الرحمن الرحيم، بالبدايه اشكرك كابتن نهاد لحضورك هذا النهائي، واشكر المعلق جليل التميمي، واشكر الاستاذ رياض غالي لدعمه لهذه البطوله. البطوله متكونه من 8 فرق، الثمان فرق مختصره بس بالمجمع. عندنا الفرق المشاركه فريق اليوفي صعدوا نهائي يستاهلون، فريق المان والنجوم والسلام والمرتضى، هم هاي الفرق المشاركه وصعدت نهائي. ايضا نريد من عندك كلمه لجميع الاخوه اللي حاضرين سواء من رياضيين او غير رياضيين. اشكر الجمهور اللي حضر لهذا النهائي، وان شاء الله نهائي يليق بالفريقين ويليق بالطموح ان شاء الله. اشكرك كابتن نهاد. بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا احنا بدعوه كريمه من القائمين على الملعب حضرنا هذا الكرنفال. احنا اللجنه الرياضيه في مكتب الاستاذ رياض غالي الساعدي، تكونت هذه اللجنه هي لخدمة الرياضيين على مستوى الميدان ليس مستوى النهروان فقط. عملنا الرياضي ما راح يقتصر على تطوير بطولات، إنما عملنا الرياضي هو تأسيس مؤسسة رياضية، تأسيس نادي، كون هذا القضاء يفتقد إلى نادي باسم النهروان وباسم المناطق المجاورة. إن شاء الله احنا راح نقوم بالعمل لجلب الموافقات الرسمية لعمل نادي، وبالتعاون مع أو برعاية الأستاذ رياض غالي الساعدي، هو اللي ساعدنا من الناحية السياسية والناحية الإدارية، وإن شاء الله قيام دورات تدريبية على مستوى الحكام ودورات تدريبية على مستوى المدربين، وإن شاء الله نرفع من اسم المنطقة والقضاء. حياك الله أبو حسين. أيضا احنا نطالبكم في حال صعود، طبعا الأخ العزيز والأستاذ رياض غالي يعني نطالبكم الاهتمام
بالمنشآت الرياضية. جاي تشوفون قضاء الميدان يعني يعاني من أبسط الأمور. إحنا اليوم ملعب أساسي رسمي ما موجود عندنا، هاي ملاعب خماسية تجارية طبعا. إن شاء الله هدفنا وهو هدف سماحة السيد مقتدى الصدر أعزه الله هو إن شاء الله تكون دولة صدرية، وتكون هذه الدولة تعتمد على الإصلاحات في جميع المجالات، لا تقتصر على مستوى معين. طبعا احنا قضاء الميدان ومنطقه النهر والمناطق المجاوره تفتقر الى المؤسسات الرياضيه. احنا طبعا مجموعه من شباب من منطقه النهروان ومجموعه من شباب من المناطق المجاوره، راح يكون عملنا بشكل جدي هو نجاح لمشروع الاصلاح، مشروع السيد القائد والمشروع الرياضي بصوره عامه، ان شاء الله جلب المؤسسات الرياضيه وعملنا الاهم والمهم هو نادي النهروان والمناطق المجاوره اليه، وان شاء الله وان شاء الله ان شاء الله الدوله الصدريه بجهودكم وبجهود الحاضرين والرياضيين ودعم الشباب هو هذا هدفنا. بس للمعلومه حتى جمهورنا الرياضي يعرف، انت من سكنه مجمع الاحسان لو ناحيه النهروان؟ انا من سكنه ناحيه النهروان. انا شرف بك. لي شرف حبيبي. وان شاء الله نتمنى كل التوفيق لجميع مرشحين قضاء الميدان. شكرا جزيلا. نعم احبه المشاهدين والمتابعين، الان عوده ومتابعه المباراه. شكرا جزيلا. السفاح الرياضية، الله السفاح بمحبيه وجماهيره الرياضية، نعم تستقبل السفاح، السفاح نعم يستقبل من الجماهير الرياضية وكل الحفاوة والتقبيل لنهادي السفاح محبوب الجماهير، نعم يقوم بهذه اللقطات الجميلة للجماهير الرياضية الحاضرة. هجمة سريعة لسالة اليوبي، اليوبي محمد علي، صافي عباس، صوفي صوفي سريعة الكرة تنقطع ممتازة، سريعة الكرة لا رقم مالي عمار بار مهمة بس عاصر مرمى لعنى اللعبة الممتازة للمان نمسك جميلة لأجيه تلوني كرة حلوة الله يا سجاد نصف العكرة وإلى رمي جانبية نسأل الألمان أن يكون صفوفه يقود هجمة سريعة خطأ سجاد إجباري يتعرف للعثار، لاعب مهاري جيد يتعرف، روح رياضية جميلة من عمار وسلامات لسجاد إجباري. عدسة السفاح تلتقط هذه الحالة بالصور الفوتوغرافية والفيديو والنقل المباشر، سلامات لسجادين هذا ضربة حرب مباشر لسالة طريق الألماني في اللعب الكرة مهدي سيح يحيي الكرة إلى مصطفى سعد، مصطفى تلعب الكرة إلى مهدي بالمنتصف وجميل وشخصيات رياضية أنت السلام نعم يتواجدون هنا في بيت الملعب سجاد إجباري، سجاد صافي عباس حلوة صافي طيب هجمة سريعة، هجمة سريعة يوفي الكرة ممتازة لمسات جميلة للألمان مهدي سريع خطير مميز هذا في منتصف الملعب، مهدي مميز في منتصف الملعب قريب منا مصطفى لا تلعب بالنار امام صافي عباس يا مهدي تلعب الكره محمد سعيد سعيد يا مهدي والشمال والجنوب عدسه السفاح اليوم تغطيه لمجمع الاحسان الرياضي ونقل مباراه فريق اليوبي والالمان التوفيق لكل الفريقين في غير علي الى مصطفى علي فضل الله 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 ممتازه سجاد إجباري خطير حطها الله الله خطا في مكان جميل خطا ضربه حره مباشره في مكان جميل تلعب الكره كرر فهد وهي خارج ارضيه الملعب الخطا بعدها الغرفه الاولى
المميز والجميل الذي يصير وعادني أكثر من مرة في البطولة اللي لعبته. واحد مقابل لا شيء. وإبراهيم بدر الشوط الثاني من هذا اللقاء. اللي لعبته مهدي. مصطفى خطا جول حطه يا صاحبي. العدسه الناقله لهذه المباراه عدسه نهاد السفاح الرياضيه الذي تهم بالتغطيه الاعلاميه لهذا الكرنفال الكروي الجميل. كنا بالكره بالمنتصف وحكمنا المؤمن صاحب الهدف الوحيد في هذا اللقاء لحدنا حسن عباس سريع حسن يتخلص خلص ما زال كرم حسن خلص جول 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 الله 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 خلال هذه اللحظات سجاد حلوه عنده سجاد في المباراه تلعب كره بالمنتصف حمزه ما زال كره حوز حمزه سريع الكره بالمنتصف حسن عباس علي محمد حسن خطير خطره اسمراني تلعب كره خطر الله 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 علي محمد امام المرمى والله استفزاز سريع قريب من حسن سلمان ولا حارس المرمى الفريق الالماني وحظ اوفر لليوفي في الاستحقاقات القادمه